للمزيد من النقاش والتحليل السياسي ينضم إلينا هاتفيا الآن الدكتور حامد فارس المتخصص في الشؤون العربية. يا دكتور حامد، تحياتي لحضرتك في البداية. أهلا بك يا أستاذة آية، وأهلا بالسادة مشاهدي الكرام. الحقيقة هذه الزيارة عكست خصوصية وتقدير وتكريم لمصر من خلال شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفاوة وفي مشاهد عزيزة ربما رأيناها تجسدت اليوم في هذه الزيارة بشكل أو بآخر. قبل أن نبدأ في الشراكات السياسية وكذلك الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية القومية بين مصر والبحرين، دلالة هذه الحفاوة وهذا التكريم والتقدير من قبل مملكة البحرين الشقيقة للرئيس عبد الفتاح السيسي؟ طبعا هذه الزيارة لها دلالة هامة على ثقة كبيرة تؤديها القيادات السياسية العربية المختلفة في فخامة الرئيس السيسي، باعتبار أن مصر في ظل قيادته هي رمانة الميزان في استقرار المنطقة العربية والشرق الأوسط، زعيم قادر على قيادة المنطقة العربية إلى آفاق أرحب في شتى المجالات في ظل وقت دقيق بتمر بالمنطقة العربية والعالم أجمع، وفي ظل أزمات متتالية احتاجت إلى أن يكون هناك قائدا ملهما لكل أشقائه والعرب في سبيل تعزيز وتعظيم العمل العربي المشترك، خاصة وأن هذه الزيارة الهامة تتوافق مع ذكرى التاسعة لثورة 30/6، والتي لا ينكر أحد دورها في الحفاظ على الأمن النظامي أو الأمن الإقليمي العربي لكونها ساهمت وبقوة في إفشال المخطط الخطير الذي كان معدا من قبل التيارات المتفرقة للسيطرة على كامل المنطقة العربية. ولولا تدخل الرئيس السيسي في 30/6 ووقوفه في وجه هذه التيارات الغاشمة التي أرادت السيطرة على الأمن القومي العربي، كانت هناك المنطقة في مرحلة أخطر الآن. وبالتالي العلاقات المصرية البحرينية وغيرها من اللقاءات تعكس الإرادة السياسية المشتركة بين قادة الدول جميعها وبين مصر والبحرين على وجه التحديد، من أجل البناء على ما تم من لقاءات وزخم عربي في خلال أسبوعين لم تشهد المنطقة العربية. وهذه هي النقطة التي أود أن أركز فيها معك الآن دكتور حامد، يعني المشاركة المرتقبة المهمة جدا في القمة الخليجية بالنسبة لمصر مع الولايات المتحدة الأمريكية والعراق والأردن، وكذلك يعني الدول الاستراتيجية في هذه المنطقة الجغرافية المهمة جدا، مشاركة مصر في هذه القمة وتحضيرات لها من خلال هذا الزخم ومن خلال هذه الشراكة العربية مع مصر، زيارات متبادلة، مشاورات، بروتوكولات، سيناريوهات متوقعة لكل ما يحدث الآن من تداعيات الأمر من خلال بعض الأزمات العالمية التي تنعكس بشكل كبير على المنطقة العربية، كل هذه الأحداث مصر دورها المحوري ربما يكون حاضرا بقوة، وأهم النقاط التي تعول عليها دول الخليج بالنسبة لمصر في هذا التوقيت الحرج. بالفعل يعني هذا الزخم العربي الكبير خاصة وأنه يأتي قبل زيارة هامة، ويعني كان لابد أن يكون هناك تعاونا عربيا قوميا قويا يأتي في إطار الحرص من قادة الدول على إنشاء تكتل سياسي اقتصادي تجاري أمني قبيل القمة المصرية الخليجية اللي هتنعقد الشهر المقبل، واللي تستدعي توحيد المواقف والرؤى العربية وجعل المواقف العربية أكثر انسجاما وتماسكا في ظل زيادة حجم المخاطر التي تمثل تهديد واضح للأمن القومي العربي، خاصة وأن حضور ومشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذه القمة له دلالة واضحة من أن المنطقة العربية عادت إلى قلب اهتمامات الإدارة الأمريكية التي لا تريد بأي شكل من الأشكال أن تفقد حلفاء استراتيجيين مهمين جدا في ظل الأوضاع العالمية الحالية. وبالتالي على القوى العربية أن تستفيد وأن تحقق أكبر استفادة ممكنة من هذه الزيارات، وهذا ما فطن إليه القيادة السياسية المصرية، لأن هذه التحركات الآن لم تأتي من فراغ،
بل كان هناك عمل دؤوب وقوي من قبل الدولة المصرية لتوحيد الموقف العربي والعمل على إيصال رسالة ليس فقط للإدارة الأمريكية ولكن للعالم أجمع أن القوى العربية أصبحت على قلب رجل واحد وأنها الآن هي الركيزة الأساسية لاستقرار النظام العالمي. وهذه الرسالة الواضحة من هذا الزخم الكبير السياسي الذي يؤكد على قدرة الدولة المصرية على صناعة منطقة عربية تكون قادرة على امتصاص التحديات وتنأى بنفسها جانبا بعيدا عن التجاذبات السياسية وحالة الاستقطاب الحادة التي تتم من قبل القوى الكبرى والعمل على تدشين تكتل اقتصادي قوي قادرا على مواجهة التحديات المتزايدة التي تحتاج إلى تغيير وجهة الاستثمارات العربية من أوروبا وأمريكا إلى المنطقة العربية باعتبار أن مصر الآن أصبحت هي قبلة المستثمرين ولديها بنية تحتية قوية ولديها عناصر كثيرة لجذب الاستثمارات مما يجعلها أن يكون هناك تنسيقا على أعلى مستوى سياسيا اقتصاديا تجاريا في ظل أن هناك تحديات بالفعل تواجه الأمن القومي العربي تحتاج إلى التكاتف وإلى أن يكون هناك تعاون أثمر في كل المجالات. هذه التحضيرات التي ربما رأيناها من علاقات ثلاثية ما بين مصر والعراق وكذلك الأردن وبعد ذلك شهدنا الكثير من المباحثات الثنائية سواء كانت مع مصر والسعودية وأيضا البحرين وهذه الزيارات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذا عولنا أو ركزنا على هذه الزيارات والمشاورات التحضيرية لهذه القمة الخليجية المرتقبة بمشاركة مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك العراق والأردن، ما المنوط بها أو ما المنتظر من نتائج واستراتيجيات ربما تكون بعد هذه القمة الخليجية؟ أهمية هذه القمة وأهمية مشاركة مصر والتحضيرات التي تقوم بها مصر في هذا التوقيت؟ يعني إحنا سؤال مهم جدا يا أستاذ آية وبيدل على وعي حضرتك بشكل كبير بما يدور في العالم العربي خاصة وأن الدولة المصرية بدأت بتحالفات صغيرة لإنشاء دائرة كبيرة للحفاظ على الأمن القومي العربي. كل ما نشاهده الآن من حراك عربي قوي بدأ أولا بالقمم الثلاثية المصرية العراقية الأردنية وكيف كان للدور المصري المحوري في تدشين هذا المحور للعمل على توسيعه، وهو ما نشاهده الآن من تطبيق فعلي على واقع الأرض من خلال مشاركة مصر والعراق والأردن بالإضافة إلى دول الخليج الستة، وبالتالي هذا الاجتماع يجمع 9 دول عربية مصرية خليجية آسيوية باعتبار أن مصر الآن أصبحت هي جسرا للربط بين قارات 3 إفريقيا وآسيا وأوروبا، وبالتالي أصبحت مصر لاعبا محوريا في كل ما يتم على واقع الأرض ليس فقط في المنطقة العربية. شاهدنا الشراكة التكاملية الصناعية المصرية الأردنية المصرية الأردنية الإماراتية، شاهدنا القمم الثلاثية المصرية العراقية الأردنية، شاهدنا القمة المصرية الأردنية البحرينية، ثم شاهدنا بعد ذلك زيارة ولي العهد السعودي وبعدها زيارة أمير قطر وثم زيارة وزير الخارجية الإماراتي وبعدها تحرك الرئيس السيسي للم الشمل العربي وجمعه بشكل دقيق ومتوازن من خلال زيارتين متتاليتين إلى الشقيقة سلطنة عمان ثم إلى البحرين، مما ينذر بأن هناك حدث جلل وهو تدشين تحالف عربي يكون قادرا على مواجهة التحديات وامتصاص الأزمات في ظل رؤية مصرية لإعادة ترتيب البيت العربي وجعل المنطقة العربية في أبهى صورها وفي أقوى مراحلها باعتبار أن المنطقة العربية الآن تحتاج إلى التكاتف في ظل أزمتين لا يمكن لأي دولة في العالم أن تتغلب عليهم إلا من خلال التحالف والتنسيق المشترك، سواء أزمة الطاقة أو أزمة الغذاء، وهو ما فطن إليه الرئيس السيسي ويسعى إلى تحقيقه من خلال تدشين صياغة تكامل اقتصادي سياسي تجاري أمني يدفع في سبيل تعزيز وتعظيم العمل العربي المشترك. هاتفيا حدثتنا الدكتور حامد فارس المتخصص في الشؤون العربية، شكرا جزيلا لحضرتك على هذا النقاش.